قبيل من كونه يا يدين على الكتاب المستبين مع جميل حميد الحمد للحق المبين من كونه يا يدين على الكتاب المستبين مع جميل حميد أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على الكريم خالد الوالي مرعيني أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على الكريم خالد الوالي مرعيني أذكر ذا الأسر المجيد شكرا يلاقي المجيد مسلما على الوحيد بك الكريم وكلمي سكرته في قصني بخدمتي المعيش السميد ذا قمة في الألمي هو فاق واللميد له خطاب داهية بمعليك ماديا وقاد لي أخاديا زادا بدار الكرامي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حسينا المنتقى المكرمي المصطفى للإكرام له صلاة والسلام مع انتداه كل آم رمت من المكرمين صلي على من الجال قطب الوجود النهار وعليه ذوي النهار وصحبه وكرمين صلي على من جويلا خير النبي بدلا دين عبونا جدلا بدينه وعزمي وصلي من يا ربي على خطاب الأنبياء والمرسلين على الأصفياء إمامنا المعظمي وصل يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلق باب نعمتي سبب كل نصني وصل لمن يا سمني على نبي محمد وآله والأمه وكل ذي ترسمي يا ذا البقاء والخدمين مني تغاب الخدمين والدب ذات خدمين يا منير لقني زاد خيار الأربي زاد منير الأربي زاد سبيل الكلبي حبيب أهل سقني صلي على باب الهدى ناهي المدى مولي الندى ليس البداء معي ردى بعد الأولى والكرامين وصلي من على الذين ذاك المجيد والمجيد ذاك المجيد والقمين إذا الثناء وكرمي هذا الوحيد والمجيد وهو المبار والأهيد من باستقامة يقود إلى الجنان من عميد صلي وسلم يا خجيب
على سراجك المنير وهو البشير ونذير برقى من ونعمي زاد رسول راجي فذاكر فراهتي وزاك ذو الفساهتي ذاك رسول مرحمي صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج احمدا وليكن بنعمي لجميل المسائر وباتني بتاهري يا ماهي الكبائر بجاهه واللمان يا من لدي أمل أني على المزمل سل بكل الكمل مع جميل ماني وسلما يا بني على المتاع والمتيح ذاك المصفى الصبي حبيبك المفقم وسلما يا بني على المتاع والمتيح ذاك المصفى الصبي حبيبك المفقم صلي على مفجل يا من ما ينقتل وإنكم هو جلي وإنه وفقني يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا من تقابل قدبنا لمصطفاك سلمي صل وسلم على من قد أجاب بالبلاء يوم ألست أولا قبل ذوي تكلمي صل على خير الرسول يا من يقول بسور في الآل والصحب الأدول وقد تقابل خلني حد لي كون خلني بشارة المقدم وقت به تقدمي بلا أذن علمي صلي على خير نبي هذا الورى بالعددي يا من كفاني وددي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سواه من البرايا بالهدى حتى بدا كب السماء في عرسك المعظم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والقوف وفي الرماح والسيوخ خلق كل سمم قاد الهدى للنيل بخير ذكر الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد ولد بليلة قد ولد يا مدير مسلمي صلي وسلم سرمدا على الذي قد ولد بليلة قد ولد يا مدير مسلمي ليلة المولد النبي ليلة المولد ليلة ما يتهدي وتهدي تاسمي ليلة مولد النبي ليلة ما في ريدي
ليلة النهر تعدي وتخرجي تعصمي يا نجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها رباه والصلاه مع اندفاع النقنيب هوت قوارق قبضات النيرات ثبتت كمثل نار اطفئت مع مياه دقني وين ساوت التي حق الجماد وذلتي للفرس خفل الملتي وسئرات كالعدمي وقنقدات سهبي ترنم لأهل ريبي أنصم لأقبار النبي ورجعوه بالندمي تريد في عد نجوم عن السماوات رجيم وفرقات سرا يليم إذ بيزا كميل صدائنا مولنا غير النبيل قد بدا صلى عليه من هدى وهدوا بالكميل نور عظيم قد يرى في خصور قيصر من كان في أم القرى مكة خيره الرميد إوان كسن صدى يا وقد ربيا سمك له فارتفع نحو السماء المكرمين حتى سرير كسر يا الأول اخترى من نور أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تزول إلى لواء سحب البطول ربي يجدد السبيل إلى إدم وعلني سل وسلم على من هذا مولدا جلا لقينا ذا يلقلا ولتبتغى بالقدمين مولد معزم مبرك محترم تحزيمه ينعتم على ذوي تقدم تحزيمه بسنته يقودنا للجنة بإذنياد الملة لمخلص معظم تجيب بسنة يقودنا للجنة بإذنياد الملة لمخلص معظم فمن يواسي مولدا نبينا بعد الهدى فلا يحاسب قدا فقلما وعزمي فمن يواسي مولدا خير البرايا احمدا فكالصحيد صيدا بدر البقير وحميد فكل من أنفق في مولدي المشرف ما لم بقدر سرفي ولو بقدر الحميد فإنه كمن أدار يوم هنين وصبر ويوم بدر ونسار خير الورى المفحني فمن ياسي مولدا نبينا بعد الهدى فلا يحاسب قدا
عند الحساب المفحم. فكل من قد درى مولد عبد الورى معزما مبصرا بسكر او الحنين، فانه قد سفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع النماني. فمن تاء محيا لمن لو خطرا مبجلا فخبا خيرات آل الحماني. ومن ألا سيد قرا مولد سيد الورى تبركا فسيرا نموه بالفقني. وإن ألا ما إن خلي مولد خير بشري فصب بالمتحري يقوم قيد المرخم. ينور القلب سرى من ذلك الماء المجاب والقلب يحيي دون آب وعن سقاء يحتني. يا مولد البشير يعني الإيال والطيور في شفاء للصدور لكل هاد ينتمي. صلى على خير البشر باقي يديم للبشر بالآل والصعب الدرار مع السلام يقتني. يا ملهما قد وفقا صل على من طلقا والخلق فاق كلها كالخلق والتسلم. قد كان ذا توسطي في الخد ذات ستتي ولم يكن بمفردي ولم يكن بعدني ولم يكن متاما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتن لعدني. كان يدور كل من مساه في كل زمن وكان واسع الأتان يلاك به تبسمي. وهو جليل خلب بياض مسرب بهمرة واقف وأنزل ذو رسمي. يدعو في أذنب الله كالبرق أوحد القمام وضحكه يذل الظلام كسرز في ظلامي. ووجهه مدور وهو خميس أسحر وهو بهي أسمر مراتل تكلمي. كان ما زهدي في قد المعذب وكان تغصبي يميمه السمني. كامل غضب الأتج وأسنب مفلز وأسكل مبتهج والوجه ماء القمامي. وهو أكبر الولاء خلقا وخلقا زارا والمثل قد لم يرى ولم يرى سياني. هو أكمل براء خلقا وخلقا زارا والمثل قط لم يرى ولم يرى بسياني. أحمدنا رحمتنا
حامدنا نعمتنا معمودنا فرقتنا والجهود مزر ديني إني يخاتب الجميل مصليا على رسول مسلما على الوصول بإذنه بكلمي صلي على المدسر خير الورى مبشري مع الجلال مطهري وعلي وسلمي صلي على المدمل جار الدجال معملي حام الندى للمضمن وشهده وسلم صلي على عبد الاله حبيبي ذكر الاله شبيه سبيل الاله وعليه وسلم صلي على حزب الاله نعمه باب اله شراته ود الاله وصحبه وسلم صلي على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شبينا وعليه وسلم صلي على المعذب ذي الحرمة المعذب خير رسول والنبي وصحبه وسلم صلي على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأمين وآله وسلم صلي على إذ الأراق وذاك كاسب القرب وذاك رافع الرتاب وصحبه وسلم صلي على الماهي الوكيل والمتواكل الكبير قائدنا الى سبيل وعليه وسلم صلي على بحر البور ليس لدى شعب الصدور نائب سخاء بدر البدور وصحبه وسلم هو الذي خاد الندى لمن يجي للاستداء ومناه باقتداء لا خردا بالوكم والذي من اليد دين راجل بيد وجاد لي بالجيد من خير الوقت لو من القوارق ما لم يجي لسابقي ولا يفيد لاحقي فضلا من المقدمين من السلام الاجري عليه ما سيصدري لو انتقى خلق مري بذي البقاء والقدامين كان يزيل القمام يرى وراء وامام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينام من هذا الدهر بالذباب عن جسمه ما شياب كذاق تسهل الشئاب الهم المحنمين من التواصل الطيور به لو استكبير وانفجر الماء النمير من يدي ذي تكرمي سمي تسبيح تام لكف عبد الانام خطاب زبي بكلام معجزة المحترمين
kalamda min khatata fiyadina sin sabbata hanimu jis min khatata imuhzizat il mukremi kana yazuna munzila ribuanu kayi yubajila minatu yorun marsala ala tayyida zumi naila al baytil haram yaka yasira zamhida مستدرج من الأنام للجهل بالمعظم نائل البيت الحرام لكي يزير الزمحدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعظم ولا أجل فعلا لجيس ما فعلا بجاهي وجعلا كيدهم بيعيني فالكل من ذوي البتاء ما عطى بأسواء حجر جعل لهم رب البشر خلق من لناني ومن خوارق بدا ما زغر مهتدى صلى عليه من هدى بذوي تفحم بعنكبوت نصزات ما هما من أخبتت حوما بخمسة ترات ساتيهما كسلم والكافرون قتلوا ما سر الماء القفو ومن سيء لم يرى ورجعوا بالعلمين وهو دون سفر ما لديك الأخبار بالقال ما الأب نزل وما رأى من عريب وهو دون سفر مع الأديخ الأقبري بالخالي مر أنا الزري وما رأوا من عرمي هم الحفيد الماني يخني عن المدافئ لكل أبد قاسئ يلوب خير الهرمي كان يهيم غريا كما يهيم رما وهو قني أنسلا بربه المكرم يا رب سل سرمدا على نبي أحمد وآله ذوي الهدى وصحبه وسلم يا رب سل أبدا على مدين أبدا وآله ذل الندى وصحبه وسلم يا رب سل كلهن على رسولك العميد وآله ذل اليقين وصحبه وسلم يا رب سل بدور على الذي مع السبور وآله ذوي الهبور وصحبه وسلم يا رب سل لكل آم على نبي خير الأنام وآله على الدوام وصحبه وسلم يا رب سل بأخوه على الفاسد السقوط وآله ذوي القنوط وصحبه وسلم يا رب سل في النهار على نبي فقر النزار وآله ذوي البقار
وصحبي وسلمي يا مسلم الصباح على نبي الصلاة وعليه ذي الفلاح وصحبه وسلم سل وسلم في المساء والليل يا من قد نصى على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي يا رب سل بالسلام على نبي بالدوام والآل والصحب الكرام واغضل به متزمين صلي على ليس صفا بيوم بدر بالزوافا مع السحاب لهم نفا يهديه المعظمين سلم على بدر الجلال رجال القلوب وعلى ذوي المقامات الأولى وحزبه وعزمين قد قام خير البشر واستقيا لزمرين إلى ذوي التكبر كالبدر واستعنجمين يوما باستدى النضال يوما باستدى القتال يوم تعرب الرجال يوم الرداء والوزنين يوم باستدى النضال يوم باستدى القتال يوم تعرب الرجال يوم الرداء والوزنين وذلك اليوم فلاح لذي اهتداء ورباه لذي ارتقاء وصلاح لكل ساس المسلمين يوما به قد قفرا ذنوب من قد حدرا قتاله رب الورى كبيرة قلمني لا قذوا الخير السحاب في ذوي الشهاب وهم عن أسد القداب ذو ارتفاع المبيد تنزوا المرتفع والكل منهم سجى يبقي لقاء الإسلام ذو ارتفاع القمامي وقد دلوا من قدنا هم سبي وسفا حتى القباء وسطاء بين الجبان والقنين سمنا من السماء خير وجند عظما إلى رئيس الكرماء بسرا بقي وقنين عماده رب الأنام بجند أملاك النظام لعدد لا للهاب أرضه زويه تعظمي وفيه موعد ورد خليل الممجد جبريل يحمى سند فوق الجواد سيزمي وصاروا إلى الكفاح مع السيوخ والرماح حب السلاح والفلاح خلف الإمام الأحزمين وفيهما المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاسمي علمين صديق المكبر ذو الهيبة الموقر أنيسه المصبر في القارب أهدى الأهلمين
وفيهم المبصر بكل خير أمر سيدنا المختمر إذا بكل مسلمين ففي إمام النقاء بنت رئيس سلا نورينه نافلها يأتي كل مسلمين سيدنا المجمل عثمان من قتل وهو إذن قاتل كتاب موت الأحسنين وفي موت الرزان أبو الرزين والأزان باب الرزان والقدان أبو الزراج الأمجمي سيدنا المكرم علي المعظم مرد الإداء أسمسم مع الأذى والجميل بذلك اليوم حسن لنا ما من وجل ومن أناء وخجل ومن جوان ونبدني في غنينا للجنان عن خلوة وعن حوان بي لنا تاب زمان ما خبوه الخدمي فلنحمد الله لا نجاة مال من قلا وكل سر المسجلا المصطفى المخدمي إني يغادب جميل في وبلاد الغدر وتهدي بلا قبر بتليان وتلمي يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا صل على سيدنا محمد وسلم وعلي وتهديه وذي تعلق به من أولياء به وتتقى بالخلمين وارد عني صحب الكرام ردا يقول للمرام وليكن يا ذا الأنام إلى إدم أولمين واذكر ثلاثي يا ألا سيدنا باب الأولى وتلقى سيدة أقبلا لوجهك المكرمين يا ربنا صل على خير نبي مرسلا محمد وذي الأولى ومعاته وسلمي يا ربنا صل على خير رسول مدلا محمد واسلا كتابه وسلمي يا ربنا صل على خير نبي قتلا محمد وتقبلا خطيبه وسلمي يا ربنا صل على خير رسول مجلا محمد وجملا آل به وسلمي يا ربنا صل على خير سبيل قبلا محمد وكملا خذي به وسلمين يا ربنا صل على ما ينظر وجلا محمد واسلا ما سهرني وسلمين يا ربنا صل على
حيث راد محتلا محمد من خسلا ما سألني وسلمي يا ربنا سل على خير منير مرسلا محمد من كملا مراده وسلمي يا ربنا سل على خير بشير نولا محمد من أجلا بشارتي وسلمي يا ربنا صل على من ذاق قد وقلا محمد من أجلا آليتي وسلمي يا ربنا صل على من كسلي خلق الصلاة محمد من بجلا خسائدي وسلمي يا ربنا صلي على أقل كل الوقلا محمد من أقلا مبارزي وسلمي صلي على سائر السماء فوق البراق للسماء محمد وكرما به وسلمي قد بات يخلق التباخ في ليل قاسد الوفاخ والانبياء باتفاخ لقوا به تكرمي واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعزموا بقدره المحترم توادوا إذا رفوا رباتوا وسرفوا لكاهوا وقرفوا بالفضل وتخدم وابتدروا بالمرحب وسعي وتعبد والبسر وتقرب لربه المخدم والكل منهم شرعا في محمد السميع ذكر الصفي صفاء مع الأمين الأخدم والكل منهم متى من بعد ما قفرها ببحثه وانسرها صدرا بسكر النعم فخاب عنهم ارتقى فوق البراق للقاء حبيبه واقترقى قلب الاله المنعم ثم لدار زنا وخطوى كل منى بضوات أبا الأنا وجالبات الإقام ثم النبي والرسول ثم الذي جاء بسر لنا برب الجميل من ذكره ولقمه حياة أحمد لا تتماسى مدى ونبقوا غير الهدى عن خدها بالخلم أرسلوا له إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه أنزلا هدى لذي تعلم أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب في كتاب والجواب من ربنا ذي القدام هو سبع من كل داء لمن عليه احتملا
ومن أباه الرداء تهسر جن وندني وكل سخط الهدى فيه ولم يتيدى بتوبة لا خردى من ربه المنتقم وهو الذي من اقتدى يهدينا لودا ويقتلي الفوز قدا لا يسمى النقمي وهو الكتاب المبين يهدينا القرآن بإذن رب العالمين هدى لهذه الأقوام وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر في أزهار رب الورى بلوكة للوداء لي ولم يتفد تأمل يكن فتى إلا سكور الأكرم فهو الذي من اختبى فيه دوام قبقبا ولا يلاقي كل فا أي الأذى بالكرني أحمد ربي ألا كتابي الذي ألا كل كتاب نزلا بكركري وبالفمي أذكر ربي الأديم على كتابي الحكيم وفزت فيه بألام وفي مزاد لفمي كتاب ربي الكتاب بناس ذلك الكتاب بي أسمت من إتاب وجانبات سقمي هو غليل وابيب لمغنيا لأن تبيب بي يهيبني لبيب يلوب خير لقمي يا خير ذكر نزلا من خيرات أنزلا ليتقود نزلا من ذي البقاء والقدم يا خير ذكر قد بدا لمن سباي أبدا لخلد رقدا زمن وقدم أنت رفيق الجنان يا من يسود للمكان ولتطيب الجنان يا خير ذكر محكم يا خير ذكر ابتلاء بفم ذاكر ترى ثقل سوى يا من قلى وليكم واكمي يا خير منزل يري ما خاب ذات تدبري ربي يصاب بكري ليك بخير تحني يا خير ذكر قد جمع خير الولون وقما لي إذا يومنا مني أزاد وهمي أنت سبيلي والأنيس لخطبا لقى المقيس بقدمة الماء رئيس مقيس بالمرحني يا خير ذكر قد مها ما ساق قلبي فما حبلي كون مبلها بالمنزل المفهم بكثارة مالك كوني نور سالك وزنت ذا بناسك بمن جرى والمحمي وأن يقول للنبي
جابر بن قدي سلامي المقربي للأنبياء والمقتنين. سبحان